السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ معاكم المهندس عامر طراب. ان شاء الله هنشرح النهاردة في واحد من اهم المشاريع على مدار السلسلة بتاعتنا. طيب، المشروع هيبقى في كل التفاصيل من A to Z، يعني احنا الفيديو اللي شغالين عليه ده هيبقى فيه كل حاجة خطوة بخطوة، مفيش اي حاجة محذوفة. طبعا المشروع الثالث اللي معانا دلوقتي هيبقى متقسم على 3 فيديوهات. الفيديو الاولاني هنشرح فيه كل حاجه بتخص الجريدات والمحاور والاعمده والمناسيب وازاي نعرفها. طبعا هيبقى فيه اول حاجه طبعا في المشروع ازاي نعمل التيبيكال فريم، وازاي يبقى في معانا الكونكشنات، طريقه الربط بتاعتها وازاي تعرفها، وازاي تعمل الهونش، وازاي تعمل الابيكس اللي فوق، وطبعا الانكور بولت والبيز بليد. وبعد كده هنقفل ونعمل التيبيكال فريم ونكررهم لغايه ما نوصل للشكل السليم بتاعنا قبل ما نبدا نشتغل في الفيرتيكال بريسنج والهوريزونتال بريسنج. طبعا في الفيديو الثاني هنتكلم بقى عن الهوريزونتال بريسنج والفيرتيكال بريسنج، وازاي حلينا المشاكل بتاعتهم خطوه بخطوه، وازاي حطينا البليتة ما بين الانجلز، وبعد كده اشتغلنا على الستار شيب اللي هو الاستراتات ما بين كل فريم والتاني. بالنسبة للفيديو التالت بقى طبعا هنشتغل بقى على المدادات والاندي جيب اللي هم عمدان الواجهة، وبعد كده نعمل النمبرينج والدروينج ونبدأ ان شاء الله نطلع الريبورتات ونطبع. اي مشروع من المشاريع اللي معانا هيبقى بيمر بنفس المراحل كل مرة. لازم نبص اول حاجة ونراجع اللوح كويس، ندرس القطاعات الموجودة، نشوف قطاعات هل هي مثلا اي بي 300 اي بي 400، نراجع المحاور بالظبط، نراجع المحاور والمناسيب، ما نسيبش اي حاجة ما نبصش عليها، لان كل الحاجات دي شبه تحفظها، يعني كل الحاجات دي هتعمل معاك فرق بعد كده لو انت بصيت عليها واشتغلت عليها من غير تركيز. هتلاقي نفسك ان انت في الاخر خالص وانت بتطلع الجي اي هتلاقي نفسك ان انت بتعيد الشغل كله وتطلع اللوح من اول وجديد. هتدرس الكونكشن، تدرس المسامير، تدرس الماتيريال بتاعتها، تبص على قطاع ده هل 36، هل ده 52، هل ده 37، هل ده 52، كل القطاعات دي والماتيريال لازم تدرس، لان وانس ان انت اشتغلت ونفذت هتلاقي نفسك بتعيد كل حاجه. طيب كلام للانكور بولت، وتبدا بقى بعد كده تجهز الملف التكله بتاعك. طبعا الخطوات دي ثابته في اي مشروع، اسم المشروع، التاريخ، الجريدات اللي احنا اشتغلنا عليها. هتبدا تعمل امبورت للدرونج اللي جايه من على الاستشاري، في بعض المشاريع ما بتحتاجش ان انت تعمل امبورت ليها على التكله، ممكن تشتغل كده من غير ما تشفها او تشتغل منها. وبعد كده تبدا الموديلنج، تعمل ترسم العمدان وتجهز الكمر الكونكشن، وتشيك على نفسك طبعا بالكلاشات عشان ما يكونش في اي حاجه عامله كلاش و ما تكونش واخد بالك منها وتعمل كلاش في الموقع. اخراج اللوح، طبعا لازم تجهز البروبرتيز بتاعت كل لوحه قبل ما تشتغل وتعمل كرياتا للسناجل او الاسمبلي او الجي اي. بعد كده طبعا هتبدا تطلع سناجل الاسمبلي والجي اي، وفي الاخر خالص الريبورتات قبل ما تطبع اللوح. هتبدا بقى تطبع اللوح، هتشتغل عليها وتعمل ابديت، تعلي الريفيجن بتاع الاخراج. مثلا ممكن انت اول مره بتطلع يبقى الابديت بتاعك هيبقى رقم 1، بعد كده هتحط التاريخ، مثلا انت طلعت النهارده بتاريخ كذا، تاريخ مثلا 5/5، ده ريفيجن رقم 1. بعد كده لو حبيت تعدل هتبقى تعمل كلاود على الحته اللي انت عدلتها في الجي اي وتشاور عليها، وطبعا تعلي الريفيجن، تعمل ريفيجن 2 و3 وهكذا. تمام، هتبدا تطبع وتعمل اكسبورت مره صيغه الاوتوكاد، مره صيغه بي دي اف، وتبدا تشتغل وتبعت الفايل على كده. هنبدا نشتغل دلوقتي ان شاء الله على المشروع اللي معانا. المرحلة دي أنا هخش بيها على البريسنج، هخش بيها على أي حاجة ستار شيب القصص دي. بعد كده هنخش على الهاوس الاندي جيبل. طيب تعالى نخش أول حاجة على، في عندي باكيتين مقصات وهم دي كده 7 انجل 7. خلاص الكلام ده كله. بالنسبة للمقصات هنيجي أول حاجة ناخد بس نعرف البيتات تخانتها كام.
وعندك 3 مسامير، بليتا 10 اللي في المقص، والبليتا كل بليتا 10، كل البليتات 10، 15 مللي من الوش. في بليتا حطيتها 10، ايه 1000 دي مش عارف، بليتا 8 في 10. ماشي، يعني احنا بنفهم بس الدنيا كده. كل البليتات 6 10، والمسمار 16. طيب خلاص، يلا بينا هنقفل الكلام ده. نخش كده على السكشن ده. أول حاجة نعملها إن احنا نرسم محور جديد زي ما احنا نشتغل. بعد كده نقول له ادينا معلم فيو اي وركينج، بعد كده نقول له هاتهولي على أساس إن هو يبقى دبس 100 بس. بعد كده تلاقي عندك إن أنت شغال على الأريا دي بالظبط، فمفيش مشاكل. سيبها دي لغاية ما أخلص الفيديو دي. أنا عندي محتاج أقسم الكلام ده خلاص. أول حاجة هعمل الكونستراكشن لاين بتاعي الجميل اللي هو هينزل من أول هنا لغاية تحت. وعشان احنا عاملينها مايل خلينا نرجعها تاني للمحاور العادية بتاعتنا. طيب هنجي بقى نرسم تاني الجريد لاين. أول حاجة احنا قلنا نبعد الاثنين، بعد كده اخد الاثنين دول كوبي من هنا لغاية فين كده. انا بقى معايا ايه؟ هقول لكم كده انا بقى معايا ايه؟ كده انا معايا من الاول والاخر صح؟ طيب هقوم عامل ايه دلوقتي؟ هقوم ماسك دي من هنا لغاية هنا كده. انا بقى معايا النص، اجي ادور على النص. فين النص؟ النص المطلوب اللي هو بالظبط النص ده بيمثل ايه؟ لو انا جيت قست دلوقتي من اول هنا لغاية هنا ومن هنا لغاية هنا، الحتة دي قد الحتة دي، يبقى ده مش نص الكمر. يبقى انا امسك دي أروح أعمل حركة حلوة برضو. أعمل حركة حلوة مع الجارة دي، أقوم مديها نقطة من هنا ولغاية هنا. أنا عندي كام بريسنج؟ عندي 2، يعني كل اللي محتاجه أهي الجزئية دي بس. عندي كوبي من غير ما أقعد أقيس وأقيس وأعمل كل القصص دي، من هنا لغاية هنا. خلاص اديها كوبي، جابها في النص بالظبط. طيب انا استفدت ايه من الكلام ده دلوقتي؟ انا هقول لكم استفدت ايه. احنا دلوقتي بقت عندنا المسافه دي قد المسافه دي بالظبط. نظف كونستراكشن حلوه. طيب ايه تاني؟ لما اجي دلوقتي انا اخد ده هنزل بقى قد ايه؟ هروح عامل الوركينج بوينت بتاعتي دي الفيو. انا ميت الفيو اهو، هنزل قد ايه؟ كوبي لينير المسافة دي 360 يعني 180 كوبي.
بقت في النص بالظبط. جميل جدا. بص بقى، هقوم واخد ده وده كده، بقى عندي working line أشتغل عليها، اللي هي دي أكررها زي ما هي كوبي لينير، وأروح بعد كده أنا عندي مين؟ أهي 6000 بتاعتي، وأروح بعد كده على البلان الجميل بتاعنا اللي إحنا كنا عاملينه اللي هو ده. خلاص أهو، أول حاجة هقوم جاي عامل إيه؟ ماسك الاتنين أنجل، انا دلوقتي عايز الف، انا مش عايز الايه الوش بتاعها من فوق، انا عايز اعمل لها ايه كوبي روتيت حوالين الكونستراكشن لاين اللي انا هعمله اللي هو الجديد ده، اللي انت ماسك من السنتر بتاعها لغاية ده كام بقى؟ 90 درجة. لاين من السنتر ده لغاية السنتر ده كام بقى؟ 90 درجة. حاجة أروح بقى للفيو اللي أنا كنت عامله، أمسك من نفس النقطة دي وأعمل كده أهو، سين. طيب ده حاجة. الحاجة التانية هروح ماسك الاثنين دول مع بعض وأقول لهم كوبي ميرور من أي بقى سنتر من هنا، مش هتفرق كده كده الميرور بتاعه مظبوط، وأقول له كده تمام. هاجي بقى أنا بشكل مبسط هروح أعمل إيه سبليت، ما دام طلع لك المربع ده يبقى كده إيه أنت المربع تمام، وأعمل شيفت هايد وامسك اللي تحتها اللي هي دي وامسكها تاني واقول له اقطعها هاي. كده انا قطعت الاتنين اللي فوق بعض كده، ايه دي ودي مقطوعين، شيفت هاي بص الاتنين كده مقطوعين. طيب انا مش عايز اعيد العملية دي تاني، هنا اروح اعمل دي كده واقول له ديليت، واقول له يا معلم اعمل لي كوبي ميرور، اقول له يا معلم اعمل لي ايه كوبي ميرور حوالين الحتة الجميلة دي. خلاص كنترول اف، نيجي عند ال 11 كونكشن اللطيفة الجميلة بتاعتنا. أنا دلوقتي بقى عندي كل المقاسات واضحة، أعمل كده طيب. أنا دلوقتي في المرحلة دي بصراحة عايز أرجع الجريد ده، مش محتاج بقى ان انا اقعد اشتغل على محاور مايلة. خلاص انا كل حاجة بقت عندي واضحة. تاني حاجة عايز اقفل موضوع الديسبلاي. طيب اللي هو كده تمام، كده الامور وضحت. طيب يلا بينا، احنا قلنا اول حاجة بالنسبة للموضوع ده البليت تخانتها كام؟ كويس تركيبة سريعة كده، ندي ديجنوز أي حاجة من الحاجات دي لازم إيه نعمل لها ريبير. يلا بينا بلت 10 مش مشكلة، بي ال 101
هو اتصلبوا 52. طيب احنا خلصنا، نخش بس على الايه، هي واحد هنا، انما ثلاثة هنا، 60 هنا، 30، 30، ونحط ده بزيرو. اهم حاجة الحتة دي عشان بتحصل عليها خناقة بعد كده وبتبقى مترحلة. دي اوكي، سمع دي كونكشن واحد عشان ما تنساهاش. راجل طيب ده ساعتها كان قال لك اوكي مش مشكلة. طيب خلينا نخش على دي ودي ودي. طيب هنا بقى دي ودي 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 ودي، تمسكهم الأربعة عشان ميحصلش عليها أي كلام. دلوقتي احنا سجلنا البريسنج اللي هو واحد، احنا عايزين نخش على اتنين عشان ده نفس الكلام. 16 3 8 بوينت 8 اكس او اكس، و 63 30 30، وهنا فعل الميدل وحطها بزيرو عشان دي هتفرق جامد. هنيجي نبص بقى هنا دلوقتي، المفروض احنا نعمل المسافة. المسافة دي بقى انا هجيبها منين؟ انا عندي طريقتين. لو انا قلت له ابعد لي من هنا 100، جاب لي المسافة والشغل تمام، انما عمل ايه؟ اثر لي في الجزئية دي فيعمل لي اختلاف. انا مش عايز اعمل اختلاف من الناحية دي، انا عايز ايه؟ احرك ده شوية ناحية اليمين، موف كده بقيمة مقدار لا مش كل ده، هو 20 على المايل اهي. اقول له موف، حركتها وحرك دي برضو الجزئية دي موف لينير بس بالسالب بقى. ال20 هيتغيرها، هي بنفس القيم بس بالسوالب، وتحرك. بص عمل لي القيم دي جميلة زي الفل. طيب انا عايز ابعد بقى قد ايه واخليها ستاندر؟ هو كان كاتب 15، ما عنديش مشاكل. بص 15، وهخلي دي 15 واسجلها جوه الواحد. الحاجات دي لما انا اوحدها بتخلي الاطوال بتاعت البريسنج كلها واحدة. طيب خلينا نشوف. جميل جدا كل الايه. طيب دي ما لقطتش، اروح ماسك دي، سوري، امسك اول حاجة المين، بعد كده دي، بعد كده دي، بعد كده دي، بعد كده دي، اديها له كده، اروح. ايه المشكلة هنا عندي؟ ايه المشكلة؟ انا لازم اعرف ايه المشكلة عشان اعرف احلها. بس كده لازم تمسك واحدة مع واحدة اهي. جميل جدا، جميل جدا جدا جدا. هندخل عليها. بص والله هو لو مفعل دي فده تمام. طيب هو كده معتبر ان دي حاجتين. اوكي بص بقى، هو قاطع في اللي فوق ومش قاطع في اللي تحت، هايد، عشان كده هو عامل فرق. عرفت بقى؟ انت لما تعرف المشكلة هتعرف تحلها على طول. هنا قطع الاتنين فمعتبرهم ان ايه، حاجة واحدة، ومسمعين على اساس انهم حاجة. انما دي اعملها دي كاميرا ودي كاميرا، فبيتعامل معاها على اساس ان هي اتنين، عشان هي ايه، مش واخدة في التوينز، مش مسمعة في التوينز ان هما مع بعض حاجة واحدة. فانا هاجي اعمل كده واقطعها خلاص. اجي دلوقتي اشتغل عليها، يلا كنترول اف بتاعتنا، هاجي كده اشتغلت لوحدها من غير ايه، من غير اي مشاكل. جميل، هاجي عليها دي كده، يلا فاضل علينا ايه؟ اللي جوه دي، فاضل علينا هنا ايه؟ اللي جوه دي. كده معناها ان في واحدة شغالة وواحدة لا، ودي حتة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. وتدلتها، بس تدلتها من مين؟ تدلتها من كل دي عشان نشتغل مع بعض. وتعمل دي كده، والله اشتغلت كده تمام. نخش على دي، معمولة دي، معمولة دي، معمولة. مين اللي فاضل بقى عندنا يا جماعة؟ فاضل الحتة اللي في النص، أقوم ماسك المين وأعمل دي وأعمل دي. يلا ايه اللي انا محتاجه هنا؟ انا محتاج
اعملها مع دي ويلد ولا رباط. خلينا نبص عليها، مش مشكلة، بس احنا بنعملها رباط. خلينا نعمل دي 25 عشان تفتح. ليه الأصفر ده معمول؟ إيه اللي عمل الأصفر ده؟ بص الفرق ده، يا رب ما يكونش اللي في بالي صح. تعمل أنا هنا تمام. بص المية دي إحنا نسيناها، أنا مش عايز شايف المية دي عملت مشكلة، فأنا هاجي عند دي وأعمل عند دي وأروح ماسك كل الكونكشنات اللي هنا. أنا ما عنديش غير إيه، هي دي مفعل بس إن تبقى فاضية، وأروح مديها أوكي. كده كلهم اتظبطوا دلوقتي. أجي عند دي وأقول لها دي أسميها اتنين اللي هي إيه الميد، خلاص. وأقول لها أبلاي أوكي، وأخش على دي وأدوس له دي وأقول له يلا بينا نعمل الاتنين دول. خلينا نخلص من البريسنج. ده شغلك كده. طيب دلوقتي انا خلصت دي وخلصت دي والشغل تمام. هاجي بقى اتاكد من الاطوال، هل الاطوال بعد كل التقسيمات دي صحيحه؟ بص 499 499 499 499 كده انا شغلي صح. ودي الطويله 38. كده انا شغلي 100 100. تمام كده انا شغلي 100. هو ده الشغل ايه اللي دلوقتي البريسنج كله يبقى تمام. طيب فاضل علينا ايه بقى؟ فاضل علينا نركب البليتات. احنا دلوقتي هنعمل البليتات اللي بتبقى في قلب الانجل عشان تعرف تركب عليها وتبقى ملحومة سوا وتطلع مع بعض ملحومة سوا. ماشي، حاجة اسمها تنفوفاي كونكشن بليت. هنيجي نبيك على دي قبل البليتة نفسها دي بعشرة سنتي ولا حاجة، ولا بك عليها كده هديها زيرو. نقول التخانة هنا هي نفس تخانة المسافة، واحنا هنا هنقول عشرة هي 70 في 10، ودي بليتة ودي هتبقى ملحومة كده كده. تمام، هنيجي بقى ايه دلوقتي نصفر البولتس، مش عايزينها بولت احنا عايزينها ويند. ادي زيرو وادي زيرو. تمام هنصفر دي هنصفر دي كل ده زيرو، وهنا زيرو، وهدي دي برضه زيرو. هنا بس هنقلب المية مع السبعين. ماشي خلاص ده جبت كده. طيب بس هي دي 80 و70. احنا هنا في حاجة عملناها بس في البريسنج. احنا طبعا الانجل عندنا 70 وليس 80، فدي خلي فوق كلهم 70. ماشي، وانا عشان احافظ على ان انا اغير كل حاجة فانا اضطرت ان انا اعمل 70 دي كده. تمام كده حافظت على الكونكشنات، مفيش اي مشاكل عندي في كل حاجة. خلاص دي البليتة. طيب انا دي خلاص بقت جاهزة معايا،
ابلاي واسميها واحد مثلا، واجي على اجي مثلا ايه كده قبلها برضو ب 10 سنتي كده، جديد. طيب هنا بقى في حاجة، أنا دلوقتي لو غيرت المسافات دي هتديني نمبرينج تاني، فأنا ببساطة أعمل إيه؟ أو أعمل دي كده انا دلوقتي عندي الجزئية بتاعت اللحامات، ماشي. طيب اول حاجة زي ما انتم شايفين كده البليتة اللي تحت ماسكة في واحدة بس، انجل واحدة فقط، تمام. فانا مش عايز الكلام ده يحصل، انا لا، انا عاوز ايه؟ انا عاوز لما اجي امسك يبقوا اتنين انجل محطوطين في لوحة واحدة. طيب فانا هعمل ازاي؟ هروح ماسك اللي عليها علم الفلاج ده او العلم ده، معناه اني سايت ويلد، ولكن انا عايزه عادي لحام في السايت، لحام في الورشه او في المصنع زي ما انت شايف كده. هغير اوكي، انا دلوقتي هدي له ابلاي اوكي تمام وديفاي واسيف ال اتريبيوت ده بحيث اعرف ارجع له، تمام. هدي له سيف اوكي. طيب هقفل كده، هفتح دلوقتي. هي كده دلوقتي انا جايبه معايا الانجل كلها تطلع تاخد نمبرنج اسمبلي وتطلع في لوحه اسمبلي لوحدها كده. انا عملت الموضوع بشكل بسيط من غير ما ادخل على. طبعا انا دلوقتي جيت قست المسافه من البليتة لقيتها 86 مللي. انا محتاج اثبت رقم، الرقم ده اول ما ادوسه من اول الانجل يديني المسافه، ولنفرض ان هي 300. دلوقتي المسافه دي من مكان ما انا هبك على الماوس هيديني 300 مللي. انا همسك دلوقتي هحافظ، طبعا اهم حته اللي هي اول الانجل، اول ما ادوس المسافه دي هتقوم راجعه 300 مللي. بص هي لوحدها، فطبعا 300 مللي دي سواء 300 او 200 ايا كان، ولكن لازم تبقى مسافه ثابته عشان تديني سيمتريه في النمبرنج، ما يبقاش في عندي اختلاف في الاسمبلي. لما اجي اطلعها دلوقتي لوحدها دي، ومن هنا الناحية التانية برضو نفس المسافة، تمام. انا ممكن اخليها 300 ممكن 400، المهم ايا كان الرقم يبقى متساوي، ماشي، ما دام هي مش مذكورة في لوح التصميم. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبدأ نكرر، نمسح اللي فاتوا دول كلهم اوكي. هنقوم اي حاجة هنعملها هنيجي نمسك من اول اي نقطة في اول زاوية، نكرر على كل، نكرر كده على كل القطاعات.
طيب احنا دلوقتي برضو معانا الموضوع بتاع خلاص كله كده البليت ملحومة، هنبدأ نكبير، هناخد سلكت كده كل الانجل كوبي ميرور الناحية التانية، مفيش مشاكل. طيب نسينا احنا دلوقتي نظبط المحاور بتاعتنا الجميلة دي، هنقوم ايه نظبطها كده من فوق. تمام، نخش على ورك بلين ونعمل الاكس واي زد زيرو. خلاص ده ضغط. تمام، برضو تاني هراجع نحط اراوند الجريد اللي هو السنتر ده، وصفر طبعا الانجل. راحت للناحية دي. امسك بقى كله كده وكبيرها لينير على كل الجريدات اللي احنا محتاجين ايه نشوف فيها كام واحدة. عندنا واحدة ما بين 6 و7، جميل اوي. 6 و7 خلاص، ناخد نحطها على 6 و7 اهي، دي كده بقت بين 6 و7، وبعدين نحطها على اخر جريد اللي هو بين 11 و12. طيب احنا دلوقتي هنبدأ نشتغل على ايه. طيب تمام، احنا دلوقتي بقى نمسك برضو دي، نشيك عليهم، سلكت كل القصص دي، كله كده تمام، مفيش اي مشاكل. خلاص هو احنا دي بعد الكبيرة، يعني احنا بعد ما نكبر برضو براجع على الاتريبيوت على الاسمبلي اذا كانت ممسوكة فيها مشاكل. طبعا تفرق. يلا نفتح جريد اي وبص بقى ايه هنشتغل على الجريد نفسه. اول حاجة طبعا في الجريد ده انا عندي ستار شيب وعندي بريسنج وعندي كذا حاجة، فبنصغر الدبس فيو عشان ما نشوفش اللي ورا. هعمله 200 طبعا، هنبدأ نشتغل عليها. ودي كده انا هعمل ايه الستار شيب دلوقتي، هنشتغل على التوينز، هنمسكهم اول حاجة بحدد مكانهم في الليفل يعني. طيب كده كده هو بيرسم دلوقتي في السنتر، طب انا ما عنديش مشاكل. طيب نروح بقى نشوف لوحة الديزاين، هو الراجل طالبها ازاي. هو انا عندي دلوقتي ده انا منسوب 3 3 7 5، ممكن اعمل construction line. تمام، هات ال construction line. اوكي تمام، واحط عند منسوب الزيرو مثلا، واطلع منه المسافة اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هو كام بقى، 3 3 7 5. ده يعني انا كنت ممكن اعمله جريد، ولكن ما عنديش مثلا هنا كمر وينش او اي حاجة عشان تستاهل ان انا اعمله جريد يعني. خلاص مفيش مشاكل، ادي عملنا دلوقتي construction line كأنه جريد. هنبدأ نعمل التوينز بتاعتنا. بالنسبة للكمر ايوة من السنتر، سنتر جريد رايح لغاية ايوة الاخر دي. طيب الانجل دي قطرة او قطع بتاعها ايه، طبعا دي زاوية 70. تمام، هندس عليها دوستين، كل حاجة مظبوطة في مكانها، ولكن شكلها شكل الستار. هنعملها بقى ازاي؟ اول حاجة احنا شكلها اهو ده، ايوه واحدة لفوق واحدة لتحت. تمام اوكي مفيش مشاكل. انا دلوقتي تمام، هنمسك بقى الليفت ونلعب بقى هنا ايه شوية. حركها دي لفوق ماشي جميل، التانية دي هنزلها لتحت المفروض بقى، ايوه كده، واقلب بقى الاتجاه بتاع، بدل ما هي فرونت مثلا نعملها باك، نجرب. لا مش بلاك، ممكن اعملها مثلا توب ناحية التوب، لا ولا التوب، خلاص يبقى هي البيلو. تمام، خلاص انا كده جبت الشكل بتاع الستار بالظبط ماشي. في الاتجاهين لازم يبقى معايا 5 ملي هنا و5 ملي هنا عشان البليتة اللي هتضاف ماشي. حط 5 ملي، ليه بقى؟ لان انا 5 ملي من يمين، 5 ملي من الشمال جابت 10 ملي، وخمسة ملي من فوق وخمسة ملي من تحت جابت 10 ملي. لما اجي احط البليتات سواء في الفيرتيكال الرأسي او في الافقي هلاقي معايا 10 ملي. اوكي انا دلوقتي مفيش مشاكل، احنا
هنغير لونها برضو بس عشان ايه، نأمن نفسنا من الزاوية السبعة. يعني انت لما تلاقي اللون الأحمر ده تتأكد ان ده زاوية سبعة، ما تخافش بقى خلاص. انت لما يعني عينك تلقط اللون، لو انت بكيت عليها غلط او غيرتها يبقى انت ايه غيرتها، مفيش مشاكل. هنبدأ ايه نشتغل على البريسنج التاني. خلينا بس نغير مثلا ده في شيء خلاص، بس هي في بس، وهنا بي ار مفيش مشاكل. هنا خلينا نقول 101 زي ما احنا بنعمل، والف واحد اوكي. خلينا نقول موديفاي، خلينا نحفظ كده تمام. احنا عملنا دلوقتي ايوه بالكندي وبالكندي، دي البليتة بتاعتنا ماشي. البليتة بتاخد مكان يعني تتعامل مع زاوية واحدة بس، ما ينفعش تتعامل مع زاويتين، فخليها دلوقتي شوية. خلينا ناخد ال كونكشن 11 الجميل. طيب احنا فوق ده شوف لوح الديزاين برضو نظهر الكونستراكشن لاين اللي احنا كنا رسمينه، شايف في السنتر بالظبط، نزلت 5 مللي تحت و5 مللي لفوق. اوكي احنا دلوقتي نشتغل على نقيس المسافة دي برضه. لازم طبعا نحاول نعمل سيمترية قد ما نقدر. خلاص احنا ننزل 3000 ونطلع برضو 3000 ايوه نفس المسافة. كوبي لينير اوكي. طبعا هي جابت هنا كده مفيش مشكلة. هو الراجل هناك محدد لي مسافة الستار شيب. خلينا ناخد التوين نشتغل بقى دلوقتي من السنتر ده لغاية السنتر اللي تحت ده. احنا المفروض بس نمد دي عشان اعرف اقابل ايوه موف، اعرف اقابل الايه البريسنج كده. انا المسافة اللي فوق قد المسافة اللي تحت، هبدأ ايه اخد من السنتر التقاطع جريد لاين مع الكونستراكشن لاين كده. انا بعمل الاكس مظبوط بالظبط، هيك بتعمل بالظبط. ولو عملت له ميرور هيبقى مظبوط برضه. هادي ميرور هيقفل دي ماشي. بس خلينا نسبلت الاول لان هنا كونكشن دي مشتركة، هنقطعها كلها مع بعض. هنمسك دلوقتي ايوه تمام لسه، هنمسك دي فين المثلث اللي هو الميد بوينت، بس لازم نزود الوقت ايوه هيطلع فوق كده ايوه. وقول له بقى ماشي 90 خلاص كوبي كده الاكس مظبوطة معايا. طيب خلينا نشوف بقى دلوقتي هنعمل ال 11 كونكشن 11 بتاعتنا ازاي. بك على العمود ونمسك الاتنين دول. طبعا انا حافظ اصلا الكونكشن قبل كده، ولكن طبعا الشكل ده مش تمام. خلينا نظبطها ايوه، هنرحل شوية كده نوعا ما افضل. طيب هي مكلشة مع الاستثمار، يا اما انزل استيفنر شوية لتحت يا اما اطلع شوية لفوق. ف طبعا الاستيفنر مهم في مكانه ده. خلاص انا بنزل الكونكشن دي بس ايه البليتة طبعا بارزة لبره. انا عايز بقى ايه ارجعها شوية، فهلعب شوية في المسافة الجانبية دي. خليها 100 مثلا نجرب تمام كده بس حلو اوي حلو. ممكن خليها 110 بس تيجي مع وش البيت بالظبط. اوكي ابلاي
ممكن اسيفها برضو لو عايز كاتريبيوت. طيب انا هنا دلوقتي محتاج ايه؟ افتح الجريد اي، هو ده جريد اي بالنسبة لي. هنقطع، هنعمل سبليت في النص، ونعمل نمسك المقطوعة نعمل لها شيفت هايد، وامسك اللي وراها واعمل لها سبليت في نفس المنطقة بحيث يتقطعوا مع بعض ويبقوا شغالين مع بعض كتوينز. ماشي؟ ايوه كده مقطوعين. لو انا عملت ميرور بقى من سنتر المسافة ما بين الاتنين جريد، كوبي وحطها 90، جابت دي هنا وجابت دي هنا. هناخد نفس الكونكشن من فوق، طبعا زي ما انتم ملاحظين كده الكونكشن مش ماسكة مع اللي وراها، فأنا هدوس عليها دوستين، أفتح بروبرتيز وأقول لها أبلاي أوكي، أحفظها زي ما هي. لكن أنا لازم أظبطها مع الأنجل اللي وراها بحيث تاخدها مع بعض. فأنا هعمل إيه؟ هعمل إيه؟ موديفاي، بس هدوس بس كلمة موديفاي، لأن أنا لما قطعتها عملت لها سبليت فلتت، يعني فلتت الكونكشن، اشتغلت إيه؟ ان مره انجل طويله ومره انجل قصيره، فطبعا الكونكشن كده باظت. اخد دلوقتي كده هسمعها، ولكن هعمل ريدرو، مش متاخده، فاروح مدلتها واخد اللي فوق بس، مش شرط اخد اللي تحت، واقول له كوبي ميرور نفس الاحداثيات نفس كل حاجه، وهو حتى لوحده اوتوماتيك خدها مع الكونكشن اللي فوق. طيب احنا دلوقتي معانا ايه برضو؟ معانا الحتة اللي ايه؟ اللي تحت. طيب هنختار دلوقتي الكونكشن اللي هي المفروض تبقى الوسط. ماشي؟ في عندنا الكونكشن اللي هي دي برضو، انا عارف اصطدمها، لكن دي يعني احنا في حالات برضو بنستخدمها فيها. خلينا نشوف. دلوقتي انا دي البليتة اللي هي بمسك واحدة فيهم من المين اللي هي لونها احمر، وبمسك البليتة اللي ايه اللي هي انجل بقى واحدة ورا واحدة من فوق كده بالتسلسل، اللي فوق مع اللي جنبها مع اللي تحت مع اللي تحت، ما ينفعش اخدهم اقطار او بشكل وتري. لو انا دلوقتي عايز اتاكد من نفسي اني انا المسافات كلها مظبوطه، بمعنى ما ينفعش اجي الاقي ان الانجل اللي تحت اطول من الانجل اللي فوق، انا كده بوظت السيمتريه. اول حاجه بصفر الجناب لاني مش محتاجهم، تمام. تاني حاجه انا بوحد المسافه دي برضو بحيث ان هي تبقى ماشيين مع بعض. ماشي؟ وعلى العموم المسافات والدايمنشن القصص دي هتبقى معايا اكتر لما اروح لللوح او للدروينج. ماشي؟ وهنسميها دلوقتي بالماتيريال بي ال 101، وهذا اسميها برضو. طبعا في كات انا ظاهر هنا معايا لازم اظبطه، تمام. خليه دلوقتي هنرجع لنفس الكونكشن بتاعتنا اللي هي 1046. هنمسك كده نفس الكونكشن اللي احنا كنا شغالين عليها، همسك من هنا. دي 1046 دي اللي هي بتمسك الستار شيب، تمام. لا دي الانجل، اوكي مفيش مشاكل، اوكي. لكن فيها فتحة من فوق كده، هي مش على عدل، هنظبطها. طبعا المسافة الخمسة مللي اللي احنا سبناها، المسافة دي اللي فادتنا بان هي خلت البليتة تتحشر في النص. انا بس عملت زاوية 15 فقط من فوق، زاوية 15 من تحت، فتحت كده وسميتها 3 بحيث ان ايه اعرف ارجع لها بعد كده. نفس الكلام احترم ان في مسامير في السنتر. طيب خلاص كده دي تمام، مفيش مشاكل في الكتات دول اللي احنا قلنا عليهم، هنظبطها. البليتة بقى بتاعتنا اللي احنا كنا ايه عاملينها عشان تبقى تحافظ لي على
الانجلتين مع بعض، الاتنين انجل يبقوا في نفس الاسمبلي. ايوه، واروح لدي برضه نفس الكلام، همسك كده من دي واقول لها بالاول همسك اللي تحت مفيش مشاكل. دي كده اشتغلت معايا صح، ولكن انا عندي هنا مشكله. طبعا انا لما هنا باجي الانجلتين او اتنين زاويه مش فوق بعض، فهضطر ان انا اكبر عرض الزاويه ناحيه اليمين شويه بحيث ان هي ايه تدخل تحتها. قست المسافه، المسافه عندي 2 7 و7 ومسافه 10 ب 150 كده صح. هروح للتانيه نفس الكلام، اديها موديفاي راحت للناحيه التانيه. خلاص كده هما الاتنين مع بعض. هاجي المفروض دلوقتي سلكت عليهم اسمبلي يطلعوا بنفس الايه الرسمه. هعمل كل الكلام ده في نفس الايه الاربع زوي المقصات نفسه. تمام، اشتغل دلوقتي عليها بلاي. في كتات كتير هنا ظهرت انا عايز اخفيها، بحاول اعمل صفار لكل الكلام ده لان هنا ما عنديش بوكسات خاف منها. نفس الكلام على اللي هنا سيكشن 0 0 0 كل الكلام ده عشان احاول ايه افرغ الاصفار دي. طبعا انا هنا عندي كل الكتات لسه موجودة، عامل الصفار دي شيلهم، خلينا نشيلهم بس كده. لو انا عملتها مثلا ايه خليها 10 هي يبقى هي عملت الكتات لان هو اعتبرها ان هي بوكسات وكده، ولكن انا مش عايز ايه ادخل في القصة دي. خلينا ولو 10 ملي دي، ولكن مفيش مشاكل حافظ معها كده. احنا طيرنا الكتات دي وظبطنا كل الكونكشن. انا دلوقتي اول ما اخلص المفروض ايه ماشي نعمل البليتة دي صح كده، البليتة دي ايوه فوق من تحت هنكبرها على كله. المفروض بقى بعد ما اجي اخلص المفروض ده كله يطلع معايا نمبرينج واحد، يعني انا كده بحترم ان كل الانجلز اللي موجودة تطلع في لوحة واحدة. الحتة دي هتفرق مع التصنيع والتركيب والنقل وكله، تسهل وتوفر وقت على كل المراحل العمل. الا طبعا لو كان الديزاين هو اللي فارض عليا الابعاد وجبرني مثلا على مسافات معينه، غير كده انا بعمل السيمتريه. اوكي تمام، همسك دلوقتي ماشي كل الكلام ده. اوكي طبعا هنا بقى الزاويه دي 80، فانا ايه المفروض يبقى ظبط لوحدها. اول ما بك عليها بتطلع معايا في مكانها على بعد 300 مللي زي ما احنا عاملين المره اللي فاتت. تمام كده كل حاجه تمام في مكانها. طيب خلينا دلوقتي بقى ايه عندنا التو انجلز توين اللي فوق، نعمل ريدرو تمام ونشتغل على القصة دي. هو هنا مفيش اصلا، لو رجعنا انا ما عنديش غير في النص، انما فوق مفيش. كويس ان احنا ما حطيناش الحاجات دي، جميل. حتى في الجزئية دي مش موضح ان في اي ايه، كل شغلنا تمام. والبليتة اللي احنا كنا شغالين عليها دي براجع بس ايه الارقام لحسن اكون انا عامل حاجة غلط. تراجع دايما على الديزاين دروينج قبل، اول ما تمسك اللوح تراجع على الديزاين دروينج قبل ما ترسم كل كونكشن،
وتراجع ديزاين دروينج بعد ما تخلص كل كونكشن. الحتة دي هتفرق معاك قوي قوي في الدقة بتاعتك في الرسم. احنا دلوقتي خلصنا البريسنج، خلصنا البريسنج جنب، هنبدأ نكرر نعملها الناحية التانية. وبكرر طبعا الفيديوهات بتاعتنا او بتاعت المشروع بتاعنا ده، مش يعني للناس اللي اوريدي عندها فكرة عن تيكلا. احنا بنشتغل بشكل يخليك تقفل المشروع من A to Z، والموضوع ده تعرف تدخل تمسك اي لوحة ديزاين تخلصها على تيكلا لغاية مرحلة الدروينج او تنزل مرحلة التصنيع. ف احنا دلوقتي هنكرر، هنعمل الباكية التانية دي اللي هي ما بين جريد 11 وجريد 12. بشيك على كل الوصلات اتلحمت، مفيش حاجة ضربة، بشيك على كل الاسمبلي. خلاص انا كده اطمنت ان باكيات البريسنج كلها مظبوطة، وفاضل عليا ان انا اكرر فقط ال ستار شيب من اول الجمالون لاخره. زي الطريقة دي بمسك من نص السنتر الجريد، هيفضل معايا الجريد ده مختلف، برضو بمسك السنتر بتاعه. خلاص خلصت الباكيات المتشابهة، عندي الباكية دي مختلفة، هي عرضها 4 متر، انا همسك واحدة واكررها ماشي، واصغر بعد كده المسافة الخطوة بتاعتها. هي 6 متر، دي طلعت كده لبره قد ايه؟ نطلعت كده لبره قيمة 2 متر. اوكي انا هطلع هدور على الوركينج بوينت اللي لونه احمر ده، الت وسيلكت، وبعدين اموف من اليمين للشمال قيمة 2 متر، ال2000 اهي خلاص نزلت في مكانها صحيحة. هاخد نفس النوع كونكشن وكبيرها، وكده انا اكون خلصت كل حاجة بتخص البريسنج. يبقى احنا الترتيب بتاعنا كده دايما بنشتغل فريم كامل، وبنرجع نشتغل من الفريم ده، بنعمل بنراجع لو في كولوم مختلفة، لو في اي باكيات مختلفة، ممكن يكون مسافات مختلفة تغير لك القطاعات. بأكد على حتة البروفايلات دي. بعد كده بعد ما خلص الفريمات بخش على حتة الكونكشنات بتاعت الفريم، بعملها نشاط والوصلة اللي جوه الابكس اللي في النص دي. وبعد كده بشتغل على البيز بليت بتاعت الفريم وكرر الفريم. بعد ما خلص تكرار الفريم بنقل على الخطوة التانية. لازم حتة الخطوة بتاعت الفريم دي تكون مقفولة قبل ما تلجأ تروح للحتة اللي بعدها، وتبدأ تكبير وتشتغل على الفيرتيكال بريزنج والهوريزونتال بريزنج. بعد مرحلة الهوريزونتال والفيرتيكال بريزنج هنتقل دلوقتي على المدادات، ومن المدادات هنقفل الاندي جيبل مع المدادات، بعد كده نروح لخطوة اللوح. فدايما احنا هنشتغل بالسيكون ده. احنا هنخلص دلوقتي اهو، خلص اخر حتة في موضوع الستار شيب. كبيرنا الباكية المتشابهة اللي هي ما بين 10 و11. ننتقل معنا في الفيديو الجديد ان شاء الله للمدادات. اشوفكم في الفيديو التالي، شكرا.